السلام عليكم اعزائي اصدقائي، شكم شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. نلتقي معكم اليوم وفيديو جديد ولعبه كلاش رويال. اليوم عندنا بطاقه اسطوريه، بطاقه رهيبه، بطاقه جديده راح تصدر الاسابيع القادمه. بطاقتنا لهذا اليوم هي بطاقه اي خياره لا احد ياخذ لا كذب شباب داشاق وياكم. هاي تعليقات الشباب على صفحتنا على فيسبوك وعلى انستغرام. البطاقة اللي اليوم راح نتحدث عنها هي بطاقة ساحرة الظلام وساحرة الليل النايت ويتش. ساحرة الظلام بطاقة اسطورية راح تصدر قريبا بلعبة كلاش رويال. البطاقة تستهلك 4 اكسير والهيت بوينت مالتها ونقاط الاصابة 750 والدمج 285. تهاجم الاهداف الارضية، نوع الهجوم مالتها ميلي او مشاغب، تهاجم الاهداف القريبة من عندها وبتماس مباشر معاها، ما تهاجم الاهداف الجوية، تطلق خفافيش تهاجم الاهداف الارضية والجوية. خلينا نجرب سوية هذه البطاقة ونشوف مميزاتها ومساوئها. مثل ما نشوف اعزائي اصدقائي، ساحرة الظلام او ساحرة الليل نايت ويتش تحمل بايدها فأس كبير. الفأس هذا دمجه جدا قوي بس يستهدف فقط الاهداف الارضية، واول ما تنزل ارض المعركة تولد 2 من الخفافيش وبعدها تولد ايضا 2 خفافيش، تستمر هذه العملية. طبعا الخفافيش الهيت بوينت مالتهم ونقاط الاصابة والدمج مالتهم متساوي وهو قليل طبعا، يعني ممكن بضربة من احد الابراج ينقتلون او بزاب ينقتلون حتى لو كانوا مجموعة. طبعا مثل ما قلنا هي تولد 2 من الخفافيش اول ما تنزل وبعدها بخمس ثواني تولد ايضا 2 من الخفافيش، يعني هي تولد خفافيش اقل من ساحرة الهياكل العظمية، يعني تولد ساحرة الهياكل العظمية تولد 3 لكن كل 7 ثواني، هذه تولد 2 من الخفافيش كل 5 ثواني، كل 5 ثواني تولد 2 من الخفافيش. ساحرة الظلام مستحيل وما تقدر تصدها عن طريق الفالكري. ليش؟ لانه ساحرة الظلام الهيت بوينت مالتها اعلى من ساحرة الهياكل العظمية، الضربة مالتها جدا قوية مقارنة بالساحرة الهياكل العظمية. الشغلة الثالثة انه ساحرة الهياكل ساحرة الظلام تطلق خفافيش، والخفافيش الفالكري ما تقتلهم مثل الهياكل العظمية، لذلك الفالكري غير ناجحة في صد ساحرة الهياكل ساحرة الظلام. اللي تنجح في صد او في قتل ساحرة الظلام بسهولة هي الوحدات الجوية مثل حشد المينيون، المينيون، التنين الصغير، يعني هذه الوحدات الجوية. اضافة لهذا الوحدات الارضية المتعددة. شنو الوحدات الارضية المتعددة؟ مثلا حشد البرابرة، يعني الجيش البرابرة. مثل ما قلنا انه ساحرة الظلام ما تسوي سبلاش دمج، مو مثل ساحرة الهياكل العظمية. ساحرة الهياكل العظمية تسوي سبلاش دمج. شنو سبلاش دمج؟ يعني ضرر منطقة، يعني تضرر كل الوحدات الموجودة بالمنطقة. ساحرة الهياكل العظمية تستهدف وحدة أرضية، وحدة تضربها بالفأس، ما تسوي سبلاش دمج، ما تضرر كل الوحدات. لذلك الوحدات المتعددة تكون ناجحة ضد ساحرة الظلام. مثل ما تشوفون اعزائي اصدقائي، ساحرة الظلام بطاقة اسطورية مثل ما قلنا وتستهلك 4 اكسير، في حين ساحرة الهياكل العظمية بطاقة ممتازة وتستهلك 5 اكسير. ساحرة الظلام نقاط الاصابة 750 والدمج 285، ساحرة الهياكل العظمية 265 طبعا ليفل 4 وضرر المنطقة 69، ضرر المنطقة مو ضرر، يعني ضرر اكثر من وحدة متقاربة موجودة بنفس المنطقة. عندك الخفافيش مستوى 9 بالنسبة لساحرة الظلام مستوى 1، نفس الشيء بالنسبة للسكيلتون او الهياكل العظمية ليفلهم يكون 9. عندك سرعة توليد الهياكل العظمية بالنسبة لساحرة الهياكل العظمية 7.5 وهي تولد 3 هياكل عظمية كل 7.5 ثانية، في حين انه ساحرة الظلام تولد كل 5 ثواني 2 من الخفافيش. سرعة الضربة بالنسبة للساحرة الهياكل العظمية كل 7 أشار ثانية، في حين ساحرة الظلام سرعة الضربة مالتها 1.5 ثانية، يعني ابطأ. ساحرة الهياكل العظمية اسرع بمرتين. طبعا ساحرة الهياكل العظمية تستهدف الاهداف الارضية والجوية مثل ما قلنا وسرعتها متوسطة، وساحرة الظلام تستهدف الاهداف الارضية فقط وايضا سرعتها متوسطة. بالنسبة للرينج لساحرة الهياكل العظمية الرينج 5، يعني تطلق على بعد رينج 5 ضد اهداف العدو. اما بالنسبة لساحرة الظلام فماكو رينج، يعني قتالها يكون مباشر، هو من النوع الميلي او المشاغب، توجه ضرباتها عن طريق الفيس لاقرب وحدة موجودة بجانبها. راح اترككم مع بعض المباريات اللي خضتها وجربت بيها ساحرة الظلام بارض المعركة، اتمنى تعجبكم. وبهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبك الفيديو اتمنى تسوي لايك واشتراك بالقناة، ونلتقي معكم ان شاء الله بفيديوهات جديدة واخبار جديدة. تحياتي لكم، مع السلامة.